الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا الخبير الاقتصادي الدكتور سامان شالي. مرحبا بك دكتور في برنامج البترو دولار، وشكرا لك لتلبية دعوة الحوار. في البداية طبعا أود أن أسأل سؤال مهم كثيرا، يعني لماذا الطاقة الشمسية تعتبر من الثروات المهدورة في العراق؟ طبعا شكرا على هذه الاستضافة. أهلا بك. الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة بها خمسة مصادر، هي أولا الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الكهرومائية، طاقة الحرارة الجوفية، وكذلك الطاقة الحيوية. إن في العراق اليوم لدينا شمس مشمس نستطيع أن نستفاد منه من الطاقة الشمسية، ولكن مع الأسف هذه التكنولوجيا الجديدة الذي يستعمل صديقة للبيئة ويسموها الطاقة الخضراء، لأنه يستفادون كثيرا ولا يلوث الجو كما هي في الطاقات الأخرى المحفورية يسموها مثل النفط والغاز والفحم. لذلك نرى العالم تتجه اليوم نحو هذه الطاقات المتجددة. اليوم في العالم الطاقة الشمسية تعطي حوالي 22% من الطاقة العالمية، وطاقة الكهرومائية حوالي 16.6، وطاقة الرياح هي 4%، وهكذا الطاقات الأخرى. ونحن في العراق يجب أن نستفاد من الطاقة الشمسية الموجودة، لأنه لدينا شمس وافي، وحوالي كل ساعة تنتج هذه الطاقة الشمسية حوالي 250 إلى 270 واط في الساعة في اللوحة اللي هي متر مربع. حضرتك تحدثت عن الساعات الشمسية في العراق، يعني من بين 8700 ساعة في السنة في العراق 3000 ساعة هي تعتبر مشمسة، هي بحسب التقارير، يعني كيف يمكن قلب هذه الإحصائيات لصالح العراق؟ طبعا هذه نعمة من الله، لأنه الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة هي عديمة الكلفة ولا تكلف، وهذا تدعم الاقتصاد أيضا، لأنه هناك دول في العالم كلها ليس لديها النفط أو الفحم أو الغاز، فتقع اقتصادياتها تحت رحمة الاقتصادات الدول المنتجة لهذه الطاقة. أما الطاقة المتجددة موجودة في كل العالم، هي الشمس والهواء والماء، يعني هالثلاث أشياء الموجودة، والحرارة الجوفية كذلك، والحرارة العضوية الموجودة في كل العالم. إذن سوف يؤدي هذا إلى اقتصاد قوي وإلى اقتصاد حر، هذا جدا، وهناك فوائد كثيرة. مثلا هذا الاقتصاد لو استغل هذه الساعات اللي هي 3000 ساعة سنة، يمكن إنتاج طاقات كبيرة وهائلة، ويكون لها وينظف الجو، يعني هي صديقة للبيئة، لا تبعث الغازات والملوثة إلى الجو عكس ما النفط والغاز والفحم. كذلك تكلفة تنخفض، تكلفة الواحد اللي تنتج الطاقة الشمسية وكذلك المراوح، هذه كلها في انخفاض، مع انه التكنولوجيا تتقدم وتنخفض اسعارها مقارنه بالنفط الذي متذبذب. يعني تقصد الاسعار بالنسبه للمواطنين؟ السيارات ايضا، السيارات تتجه الى الطاقه الكهربائيه. حضرتك كخبير اقتصادي، يعني هل تشجع لاطلاق قروض للمواطنين لاجل نصب اللوحات الشمسيه وايضا المنظومات؟ طبعا، وخاصة في الظروف الحالية التي يمر بها العراق من عدم وجود كهرباء،
واستغلال هذه الوقت، انه هذه الكهرباء يمكن الاستفاده منها، هذه اللوحات، وتساعد ايضا الدوله بعدم شراء الغاز او الكهرباء من الدول المجاوره. نامل انه العراقيين يستفادون، وعندنا سطوح في البيوت العراقيه معروفه عندها السطوح، وهذه الالواح تستطيع ان توضع في اي مكان على السطوح او على العمارات. وهذا ايضا مهم جدا، يؤدي الى يعني تقليل من يد البطاله، لانه يحتاجون يد عامله كثيره بالتركيب والصيانه التي يحتاجها، لانه هذا هم يؤدي الى يعني طاقه عمل جديد، يعني خلينا نقول يد العامله تستطيع ان تستخدم في هذه الامور ايضا. ونامل انه العراقيين يلتفتون الى هذه الطاقه، وهناك في المناطق الجبليه يستطيعون ان يستفادون من الطاقه المروحيه ايضا. نعم لكن دكتور، يعني ما عدا الطاقه تحدثنا في البدايه عن الساعات المشمسه في العراق، ما عدا الساعات المشمسه، هل البلاد يعني تمتلك مقومات لاجل التحول الى الطاقه المتجدده؟ نعم، هناك طاقه هوايه، يعني مؤهلات كثيره في العراق للاستفاده منها، مثل ما قلت الشمس متوفر، المياه متوفره، اذا استفادينا من خلينا نقول الطاقه الكهرومائيه، اذا نبني سدود كثيره نستطيع ان نستفاد منها. علما لدينا نحن جفاف مع الاسف. طيب سبب عدم تفعيل هذا الملف حتى دكتور، الجفاف ضر، يعني انه في ظل الاعتماد على النفط لا سيما في قطاع الكهرباء، لماذا لا تتحول العراق وإلى الطاقة المتجددة؟ مع الأسف ليس هناك تخطيط. هذه الحكومة يجب أن تخطط لهذا الوضع، يعني هناك شركات الآن تعمل في العراق يعني تنتج هذه اللوحات، ولكن الترويج لها والماركتينج لها قليل جدا. المفروض الحكومة الشجع مثلا في أمريكا أو في أوروبا، البيوت التي تنتج الكهرباء إلها يشترون منها الكهرباء الفائض، يعني ينطون أهل البيت كمية من المال أيضا، وكذلك يعطون ديون أو قروض لبناء. العراق ليس لها أي خطة في هذا المجال، تشتري طاقة منهم وتقدر توزعها للمناطق الأخرى، هذه الإمكانيات موجودة في العالم ويمكن أن نطبقها، تعطيهم قروض، أي بيت يريد يبني يخلي طاقة شمسية يعطوه فلوس وكذلك يشترون منها الطاقة الزائدة. هذه كلها تستطيع الحكومة إذا لديها تخطيط كامل أن تمشي في هذا المجال. يمكن أنه الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة أن تكون منتشرة في العراق والاستفادة من الجو المشمس في العراق. إذا متى سنشهد هذا التحول، طالما بأنك قلت بأن العراق تعمل على تحول أو تحويل إنتاج الكهرباء إلى الطاقة المتجددة؟ طبعا نأمل، إذا الحكومة حاليا الحكومة الحالية لديها مشاكل أكثر من التركيز مع الأسف على الطاقة المتجددة، وليس لديها وزارة النفط، ليس لديها أي تخطيط لهذا المشاريع. نعم هناك لمسات هنا وهناك، ولكن يجب على الحكومة أن تكون لديها خطة جذرية للعمل على الطاقة المتجددة، وهذا هو التوجه العالمي حاليا. ونأمل أن العراق يكون ضمن هذه الدول المتجددة، وخاصة بتغيير المناخي. العراق أسوأ مناخ لديها، وهذه نتيجة نرى الانبعاثات الغازات الخارجة من المعامل، من خلينا نقول الحقول النفطية والحقول الغازية وكذلك المعامل. نعم دكتور. شوفي المعامل، المولدات الموجودة في البيوت، في المناطق الشعبية وفي المناطق ككل في العراق، مو بس يعني كل المناطق العراق لم تتعافى من الدخان الأسود أو التي ينتج من هذه المولدات. نأمل للحكومة العراقية
تعمل بجد في هذا المحور، في هذا المجال، وهذا سوف يعني يقلل من البطالة وينتج كهرباء ويقلل من الاعتماد أو النفط الغاز أو الكهرباء من الدول الجيران نعم دكتور. وتعتمد على الطاقة الذاتية. دكتور، أود أن أركز في سؤالي الأخير على قطاع الزراعة، يعني هل سيكون هناك انعكاسا إيجابيا على قطاع الزراعة طالما بأن هناك انحدار زراعي بسبب الجفاف في العراق؟ طبعا الطاقة الكهرومائية لو كانت هناك سدود قوية أو بنيناها من وقت، عندنا المياه اللي تكفي للمياه اللي الموجودة مع الأسف لحد الآن لا تكفي للزراعة، ونحن نمر بجفاف، لكن نأمل بأنه من هذه الطاقة أن نستفاد منها في الزراعة، أيضا في الكهرباء ينتج لسحب الماء الجوفي أيضا سحب المياه من النهر الموجود القريب، هذه كلها طاقة ممكن أن الكهرباء يعمل دور فيها، ونأمل أنه الطاقة المتجددة أن تستفاد منها في كل المجالات، حتى واضح. المجالات الطبية، في التعليم العالي، في الزراعة، في الصحة، لأنه يعطي كهرباء، والكهرباء هو أهم مصدر للحياة اليوم بعد الماء. نعم، الدكتور سامان شالي الخبير الاقتصادي، نشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر برنامج فترة دولار.